بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم متتبعي الأوفياء على قناتكم سميرة كويزين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ضمن الوصفات ديال الكيك ديال العيد غنقدم لكم هذه الكيكة الرائعة الاقتصادية بجوج ديال البيضات ديال تحميرة الوجه، كتجي غزالة ولذيذة كما كتشوفوا معايا. نتمنى إن شاء الله أنها تنال الإعجاب ديالكم، وكيف ديما إلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من التشجيع ديالكم باللايك وبالاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد، وما تبخلوش على الأحباب ديالكم أكيد كذلك أنكم تبارطاجيو معاهم الفيديو ومحتوى القناة ككل في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة للجميع بلا نطول عليكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. غنحتاجوا على بركه الله كمقادير الكيك ديالنا جوج حبات ديال البيض، قبصه ديال الملح، 170 غرام ديال البسكوي اي نوع كتفضلوه. استعملت هنايا علبه تاعت البسكوي تاع ماري وخديت منها فقط 4 ديال الحبات هما اللي نقصتهم منها، وحصلت على 170 غرام ديال البسكوي. مهم اي نوع كتفضلوه استخدموه. عندي هنايا ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان او ملعقه كبيره مع كاس من الماء الدافئ، دائما بقياس كاس العنبه، نص كاس من الزيت النباتي، نص كاس من السكر حبيبات، جوج اكياس من البيكين باودر او خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، وملعقه كبيره من الكاكاو المر. اول حاجه غادي ناخذها، غادي ناخذ هذه القهوه سريعه الذوبان ونخلطها مع كاس تاع الماء. ممكن تستعملوا كاس ديال الحليب الا ما بغيتوش تستعملوا الماء. بالنسبه لطريقه التحضير على بركه الله، غادي ناخذ الخلاط ديالي غادي نوضع فيه البيض، وغادي نضيف قبصه ديال الملح مع جوج بيضات، نضيف نص كاس ديال السكر سنيده يعني كلشي دفعه واحده، نص كاس ديال الزيت النباتي، غادي نضيف الكاكاو المر ملعقه كبيره، قهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف كذلك البسكوي ديالي. كي تشوفوا معايا وضعت جميع المكونات، ودابا غادي نخدم الخلاط. دابا غادي نضيف جوج اكياس تاع البيكين باودر او خميره الحلويات، وغادي نرجع نضرب مره اخرى ونخدم الخلاط ديالي. صافي والخليط ديالي كيكون جاهز. حاولنا عليه يدي بشويه بالخلاط ونفرغ الخليط تاع الكيك على هذا الشكل، باش يدخل معاه الهواء وكطلع عندنا الكيكه ديالنا كتجي اسفنجيه، كتجي رطبه كيكه العيد اللي بدون دقيق. كيجيو عليها دائما موالين الدار تيبغيوها تيطلبوها، يعني وكنحاول نديرها لهم هكذايا في العيد ملي يكونوا الضيافات كتجي زوينه. دخل دابا الكيك ديالي للفران ديال الضو اللي مشعول على 180 درجه، تقريبا تتاخذ 30 حتى 35 دقيقه وكتكون واجده عندنا الكيكه. اكيد النار غير من التحت، وممنوع اننا نفتحوا ليها طول المده ديال التطيب حتى كنشموا الريحه ديال التطيب ديال الكيك راه واجد، ديك الساعه نقدروا نحلوا عليها ما بين 30 35 دقيقه. نرجعوا ان شاء الله نتلاقاو بعد ما طيب عندنا الكيكه. الكيكه ديالتي كما كتشوفوا قلبتها هكذا في طبسيل باش تبرد. هنا عندي شوكولاته مذابه شطليه من واحد الشكيل ديال الحلوى اللي تقاسمته معكم في القناه، يعني شوكولاته بالحليب درت ليها الكاوكاو او مهرمش او الفول السوداني محمر ومهرمش، وغادي نبدا نزين به الجوانب على هذا الشكل. ممكن تدهنوا غير بالمربى وديروا الكوك، يعني تزين كيبقى لكم نتوما وشنو متوفر عندكم في الدار وشنو كتبغيو تزينوا. درت هكذايا دوزت عليها الشكلاط اللي درت فيه الكاوكاو كامله، غادي نخليها تبرد وغندوزو نحضروا الكريمه. كما على بركة الله غادي نوضع في كاسرول جوج معالق كبار ديال بودرة الكريم باتيسير، إلا ما توفرتوش عليها ممكن تستعملوا المايزينا أو نشا الذرة نفس الكمية. الملعقة الثانية، جوج معالق قرص السكر حبيبات، أنا هنا راه معبورين، وغادي نضيف جوج أكياس من الفلون مستحضر الفلون بالنكهة ديال الكراميل. كتغيير سبق وتقسمت معكم الكريمه بذوق الشوكولاته فكتغير، غادي ندير الكراميل. كل كيس كيتخلط مع نصف لتر من الحليب، الا استعملتوا النوع اللي كيكون فيه السكر فكتفادوا اضافه السكر، وغادي نضيف معاهم نصف لتر من الحليب السائل، وغادي نخلط الكل جيدا عاد نوضعه على النار. صغيره ديال الشوكولاته غير باش نهرس اللون ديالها ما يبقاش اللون ديال الكريمه ابيض او مايل للبياض. صافي ونشعل النار وانا كنحرك. صافي غادي نستمر في التحريك بدون توقف حتى كتعقد عندي الكريمه باش
ونضعوها في ديك الحفرة ديال المول العجين. صافي هي الكريمة ديالتي راه عقدت كما كتشوفوا، غادي نطفي عليها النار كنفرغها هنايا في وسط الحفره تاعت المول العجيب. الكيكه ديالتي هي بعد ما درت ليها الكريمه، غير واحد الملاحظه تقطع ليا قبيله التصوير، الكريمه اللي درت كانت قليله لانه عاده كنزيد فيها الياغورت مع الكريمه كيجي يعني المول ديالنا هاد الحفره كتجي عامره مزيان. انا بالنسبه ليا اليوم جات ناقصه واحد شويه فضفت الربع ديال الكميه ديال الكريمه ودرت معها الفلون ديال الشوكولاط. هادشي علاش كيبان لكم الفوق راه مارون، غتجي بحال فيها جوج طبقات نتاع الكريمه ماشي مشكل. دابا غادي نوجد نحطها تبرد في الثلاجه واحد شويه ان شاء الله ونرجعوا نزينوها معكم. انا عندي هنايا جوج حبات تاع البنه قطعتهم الى دوائر، وعندي واحد الحبه تاع الكيوي، وغادي نبدا على بركه الله. غادي نمشي هكذايا نجيب الدوره كامله بالدوائر تاع الكيوي على هذا الشكل. لكن عندكم كيوي اكثر يعني كميه كثيره ممكن ديروه يعني هكا يكون ادراجي. يعني انا غادي ندير لي غير هكذا صافي، غنستمر حتى نجيب الدوره كامله. صافي دابا غادي نبدا ندير الدوائر تاع البنان. البنان عندي بكميه كثيره فغادي نديرو ادراجي، ممكن على فكره تقدموها بدون زين يعني غير داك الشكلاط اللي درناه في الجناب. صافي غنستمر حتى نجيب الدوره كامله ونرجعو نتلاقاو. شوفو جبت ليها الدوره ديال البنان وعاود درت واحد القطعه في الوسط نتاع الكيوي، تجينا غزاله الكيكه ديالتنا على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي، كتجي كتحمر الوجه وغير بجوج بيضات، وصفه الاقتصاديه. كنتمنى يا ربي انكم ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم اكيد، ومنين تجربوها معكم غير تقولوا لي كيف جاتكم في التعليقات. ما بقى لي في النهايه الا نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. صراحه واحد الكيكه اللي كتحمر الوجه انا ما درتهاش من ذاتي الراسي، راه مالي نضر دائما تيطلبوها ليا، كتجي زوينه كتجي معلكه لانها خفيفه. يعني صراحه الكيكه ديال العيد وديال الضيافات ديال تحميره الوجه بالنسبه للزين ماشي ضروري انكم تقدموها بالفواكه. ان شاء الله نخلي لكم صور ديال الوصفات اللي قدمت بهذا النوع نتاع الكيك. نتمنى ان شاء الله انهم كلهم ينالوا الاعجاب ديالكم، واكيد حتى الروابط نخليهم لكم ان شاء الله في خانه الوصف. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم والى الملتقى في فيديو قادم باذن الله، واستودعكم في حفظ الرحمن. مع السلامه.